عايزة بس أروح لحتة وثيقة تأمين مخاطر الطلاق اللي عملت لنا جدل كبير قوي، وكل حلقة بنتكلم عن الحوار ده الرجالة مش عاجبهم الموضوع ده. رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ طبعا هو كان القصد من هذا المشروع، وده قانون التأمين الموحد مادة 39 منه اتكلمت في تأمين مخاطر الطلاق بالنسبة للأولاد أو للزوجة، وحطت شروط معينة بوثيقة التأمين تأمن الزوجة والأولاد بس في حالات معينة. طبعا هنا القانون اشترط ان يكون مر 3 سنين على الزواج، وان الطلاق ده يكون طلاق بائن، بينونة كبرى، ما فيهاش رجعة. بينونة كبرى، يعني هنا الطلاق الرجعي اللي هو بالقول، او الطلاق في اول مرة لا ينطبق عليه، الخلع لا ينطبق عليه. يعني ناس معتقدة ان الخلع ده لا ينطبق عليه. طبعا هنا يعني للأسف كان رأيي رأي أنا في الموضوع ده، عايزة رأي حضرتك كرجل قانون وكراجل. لا هو أنا كنت في إحدى لجان الرأي بخصوص الموضوع ده وقلت رأيي، يعني والله أنا وجدت إن ده قد يتزايد بسببه حالات الطلاق. ليه بقى؟ وجدنا كتير في حالات الزواج بيبقى في زوج كاتب ده ودي والعربية ده ودي باسم الزوجة، وفي أقرب مشكلة بيهيئ للزوجة وقت الزعل، لا الفلوس دي أحسن منه، فأنا اتطلق. أنا كده شجعتها على الطلاق. لا يعني تاني، لا كده لا والله بيحصل بعض. ده موجود يعني كان في أكتر من حالة. طيب وفي العكس برضو، في حالات كتير قوي ما أقدرش أقارن، في ستات كتير قوي ما تكتب لهاش حاجة أصلا وطالعان عينيها، والراجل ما بيصرفش وبيتطلقوا وبيتمرمطوا في المحاكم. عشان برضو أنهي حالة أكتر؟ قولي. والله هو الحالات يعني مختلفة. أنا بتكلم إن وجدت كتير أزواج، أصل الاختلاف ده بيحصل أكيد. والاختلاف ده وارد طبعا، ولكن الزوجة ساعات لما بتحس ان هي مؤمنة بزيادة بتاخد خطوة الطلاق، لان معظم قضايا الطلاق اللي مرفوعة في المحاكم مرفوعة من الزوجات. والله يعني انا تختلف الاراء، انا بشوف الست المؤمنة بزيادة فهي مع راجل امين جدا. والله وقت الزعل اعتقد وقت الغضب، وبيبقى ده سبب قوي ان هي خلاص مؤمنة وبتشوف الفلوس احسن من الشخص نفسه او احسن من الراجل نفسه. دي حالات شاذة ولكن برضو قليلة، مش يعني دي حالات موجودة. طيب معانا دلوقتي بس مداخلة. سمر، ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعاني سمر؟ أيوة سمعت. اتفضلي قولي لي سؤالك إيه. بقول لحضرتك دلوقتي، أنا جوزي بقاله شهرين ابني في البيت أنا وولادي وما بيدفعش إيجار. بقول لحضرتك بقالي شهرين ما بيدفعش إيجار. سمعاكي أهو نموذج، ما بيدفعش الإيجار وما بيصرفش على بيتي، هو موظف. وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. يعني انت ولا متطلقه ولا حاجه، بس هو سايب البيت؟ سايب لي البيت. قال لي مشيها محاكم. وهو موظف. طب سبب الخلاف ايه؟ هل سبب كبير يعني مش حاسه ان انتوا ممكن ترجعوا لبعض ولا ايه؟ لا ده هو كان بيها يعني بيهددني ان هو بيرفع عليا السلاح، بيشرب مخدرات. واخر مره كان ماسك سيجاره، وسيجاره حشيش يعني، وعايز يحطها في عينيا، بيقول لي انا هشوهك. طيب ماشي يا سلام. طب هو من اول ما اتجوزتيه كان كده ولا فجأة؟ لا ما كانش كده، وفجأة يعني بقاله كده. بقالكوا كام سنة متجوزين؟ قبل ما يمشي بأسبوعين كان مش عايز يتكلم معايا ولا أي موضوع، ولا ياكل في البيت لوحده. والله طيب بقالكوا كام سنة متجوزين؟ بقالنا 14 سنة. 14 سنة ودلوقتي التحول ده اللي حصل دلوقتي؟ أيوه. أوكي طيب ماشي. يعني انت دلوقتي بس عايزه تعرفي انت تعملي ايه لو تمشي محاكم؟ عايزه تطلقي؟ أيوة. انت خلاص؟ ايوه. يعني لو مثلا لو هو هيطلقني واخد حقوقي، وهو كده كده اصلا مش عايز يصرف علينا تاني، خلاص هو مش عايزني تاني. يعني ناس كتير قعدوا معاه وهو مش عايز يعيش معايا تاني. طيب وانت لو انت اتطلقتي هتعرفي ان انت تصرفي على العيال؟ ما انا مش عارفه بقى لو هو ينفع فيه فلوس. انا ماليش دخل اصلا، انا ماليش دخل، ولا بعرف اشتغل ولا بعرف اروح في حته. عندك كام سنة؟ أنا عندي 32 سنة. حصل طلاق قبل كده؟ لا هو كان بيقعد يعني يقول عليا الطلاق، حتى برضه غضب قبل كده عند والدته وقال لي أنت طالق بال 500، وطالق كل ما حد يكلمه يقول لهم أنت دي طالق. طالق إيه؟ وما راحش دار الإفتاء ولا حاجة. بيطلق بزيادة عن الشرع. طيب ممكن حضرتك لو عايز تسألها أي حاجة. طيب هو أنت ما عندكيش مشكلة، لأن هو طبعًا يعني أنت احمدي ربنا إن هو موظف.
فهو طبعا سهل جدا انك تاخدي حقوقك ومنتهى السرعه يعني.